بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله على محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حديثنا الآن بقدر الله عز وجل عن قانون الجيب أو الصين رول. بداية لابد أن نتذكر جيدا ما هو قانون الصين. إذا كان لدينا المثلث ABC فنحن نعلم جيدا أن الضلع مقابل للزاوية A يسمى A small، والضلع مقابل للزاوية B يسمى B small، والضلع مقابل للزاوية C يسمى C small. نتذكر جيدا ما هو قانون الصين. ضلع على سين الزاوية المقابلة له يساوي ضلع على سين الزاوية المقابلة له يساوي ضلع على سين الزاوية المقابلة له. إذن A over sin A equal B over sin B equal C over sin C، وهذا ما قمنا بتعلمه في أثناء سر الحصة. أو العكس، sin A over A equal sin B over B equal sin C over C، يجوز ذلك ويجوز ذلك. لكن الآن أنا عملتها ضلع على سين equal ضلع على سين equal ضلع على سين المقابل للزاوية. طبعا بداية سوف نقوم الآن بأخذ أمثلة على تطبيق قانون الصين. إذا كان لدينا المثلث ABC والمطلوب حل المثلث، حل المثلث معناه إيجاد الأضلاع وإيجاد الزوايا. بدأنا الآن نتذكر إذا كان لدينا مثلث ABC المطلوب حل هذا المثلث حسب البيانات المعطاة. لدينا زاوية A equal 70 ديجري، ولدينا الضلع المقابل للزاوية A وهو الضلع CB أو A small equal 15، ولدينا زاوية B equal 50 ديجري. المطلوب حل ذلك المثلث، حل المثلث معناه إيجاد الأضلاع وإيجاد الزوايا. نستطيع الآن إيجاد أول زاوية اللي هي زاوية C. كيف نوجدها؟ نحن نعلم جيدا أن مجموع زوايا المثلث 100 ديجري 180، يمكن جمع الزاويتين وطرحها من 180 لنحصل على زاوية C. هذا بداية. إذن زاوية C equal زاوية C equal 100 ديجري ماينس جمع الزاويتين لنحصل على 60 ديجري. لاحظوا أن الضلع المقابل للزاوية A يسمى A small، والضلع المقابل للزاوية B يسمى B small، والضلع المقابل للزاوية C يسمى C small. ما عندنا مشكلة في المسميات، لا توجد أدنى مشكلة في ذلك. بداية إذا كان لدينا زاوية وضلع مقابل لها سوف نقوم باستخدام قانون الصين. 15 على سين 70 equal B على سين 50 equal C على سين 60 اللي احنا جبناها الآن فعلا. نحن قمنا بإيجاد زاوية C الآن. لنقوم الآن بالتطبيق. 15 على سين 70 equal B على سين 50 equal C على سين 60. نقوم الآن بالكروس برودكت. لاحظ أننا قمت بوضع النسبة الكاملة في المنتصف، هذا للتبسيط لكم، لإيجاد شيء مجهول من اليمين وشيء مجهول من اليسار أو بأي طريقة ترونها. الآن نقوم بالكروس برودكت أو مقص. يمكن إيجاد البي الآن، الشيء اللي مع البي أو الشيء اللي مع مجهول دايما هيكون مكانه تحت. إذا ساين 70 هتكون من تحت، ومن فوق 15 تايم ساين 50. قم بضرب هذه الحسبة كلها بالحاسبة لتحصل على ان البي ايكوال 12.23 سنتيمتر. نفس الكلام الان في ايجاد السي، نفس الكلام، الشيء اللي مع السي هيكون تحت، ساين 70 هيكون من تحت، ومن فوق 15 تايم ساين 60. قم بهذه الحسبة لتحصل على ان السي ايكوال 13.82 سنتيمتر. ناخذ مثال اخر على نفس الآلية لاستخدام قانون الصين. اكزامبل نمبر 2 او مثال رقم 2. حل المثلث المرسوم أمامك الآن. لدينا مثلث ABC الزاوية A equal 63 ديجري، ولدينا الضلع المقابل للزاوية A وهو الضلع CB أو A small 16 سنتيمتر، ولدينا الضلع B small وهو الضلع AC equal 12 سنتيمتر. لاحظ أننا الآن لدينا زاوية وضلع مقابل، إذا قانون الصين مباشرة. لاحظ أن زاوية B مجهولة. تذكروا جيدا لإيجاد الزاوية لابد من الضغط على الصين، سواء صين شفت صين أو شفت قوسين أو شفت تان حسب النسبة اللي أنت شغال عليها. نبدأ الآن. 16 على صين 63 equal 12 على صين B، لاحظ أن الـ B هي زاوية مجهولة، equal C small على صين C، كلاهما مجهول، يعني ما الفائدة من وضعها؟ كلاهما مجهول حتى الآن، سوف نستغلها بعد ذلك بإذن الله. نبدأ الآن يا جماعة الخير. ساين بي هي اللي احنا محتاجينها، هتكون 16 من تحت، وبعد كده هتكون 12 تايم ساين 63 من فوق حسب طريقة الكروس برودكت، الشيء اللي مع المجهول ده من تحت.
لاحظ أننا نريد زاوية الساين بي، نحن نريد الزاوية بي ومسبوقة بساين، لابد من الضغط على شيفت ساين. شيفت ساين هذه الحسبة كاملة لنحصل على زاوية بي ميجر اوف انجل بي ايكوال 41.93 ديجري. كذلك نفس الكلام الآن أصبحت زاوية دي مجهولة، قم بوضعها في المثلث للتبسيط، أصبحت 41.93. هل يمكن نريد الزاوية سي؟ نعم، جمع الزاويتين والطرح من 180 أو 180 ماينس جمع الزاويتين، لنحصل الآن أن زاوية سي إيكوال 75.07 ديجري. زاوية سي أصبحت موجودة، هل يمكن إيجاد الضلع السيسمول المقابل لها؟ نعم، قم بوضع 60 على ساين 63 إيكوال سي أو الضلع إي بي على ساين 75.07 في سطر جديد، أو كملها جنب اللي أنت عارفها عندك، كملها في المنطقة هنا إيكوال سي على ساين 75.07. يمكن إيجاد الضلع سي بطريقة الكروس برودكت، يمكن إيجاد السي إيكوال ساين 63 هتكون من تحت ومن فوق 16 تايمز ساين 75.07، قم بهذه الحسبة لتحصل على 17.35 سنتيمتر. نكمل ما بدأناه. المثال الثالث، حل المثلث المرسوم ABC. لاحظ أنه لم يرسم حتى الآن، فيه ميجر اوف انجل سي ايكوال 57 ديجري، وميجر اوف انجل بي 109 ديجري، وA سمول ايكوال 22 او الضلع ايكوال 22. نحن لا يوجد لدينا مثلث مرسوم، قم بنفسك برسم هذا المثلث لتعرف معطيات ما هو موجود امامك. رسمه ABC، طبعا المطلوب حل المثلث معناه ايجاد الاضلاع وايجاد الزوايا. لدينا مثلث ABC، ميجر اوف انجل سي، تعال عندي زاويه سي ضع 57 ديجري، تعال عندي زاويه بي ضع 109 ديجري، تعال عند الضلع اي سمول قم بوضع 22 اللي هو الضلع سي بي. اي سمول هو الضلع مقابل الزاويه اي. نبدا الان في وضع ما نقوم بدراسته، لدينا زاويتان نستطيع ايجاد الزاويه الثالثه بالطرح من 180. بدايه نوجد قياس زاويه اي طبعا مقابل لزاويه بي، بي سمول ومقابل لزاويه سي، سي سمول. نبدا الان في وضع زاويه اي او ايجاد ميجر اوف انجل اي، جمع الزاويتين وطرحهما من 180 180 ماينس جمع الزاويتين، قم بهذه الحسب لتحصل على ان ميجر اوف انجل اي ايكوال 14 ديجري. تعال في الرسم حط عند اي 14 ديجري، اصبح لدينا ضلع وفي زاويه امامه، اذا سوف نقوم بتطبيق قانون الساين، سوف نقوم مباشره بتطبيق قانون الساين. 22 اوفر ساين 14 ايكوال بي اوفر ساين 109 ايكوال سي اوفر ساين 57، ضلع على ساين يساوي ضلع على ساين يساوي ضلع على ساين 3 تايمز او 3 مرات. نبدا الان في كروس برودكت، بي ايكوال الشيء مع بي هيكون تحت، يعني ساين 14 هتكون من تحت ومن فوق 22 تايمز ساين 109. قم هذه بهذه الحسبه عن طريق الاله الحاسبه لتحصل على ان البي ايكوال 85.99 سنتيمتر. كذلك نفس الكلام في ايجاد السي، الشيء مع سي هيكون من تحت، ساين 14 هيكون من تحت ومن فوق 22 تايمز ساين 57 كما هو موجود. ساين 14 هتكون من تحت، الشيء مع المجهول، قم بهذه الحسبه لتحصل على ان سي ايكوال 76.27 سنتيمتر. اسال الله عز وجل لكم التيسير جميعا، ما تنسونا من صالح دعائكم، اتمنى للجميع التقدم الافضل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.